أسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع النور والغيم انجلى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصومكم مقبول وعملكم مقبول بإذن الله تعالى في هذا اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. من أجمل المشاريع وأعتبرها من 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 علامات النجاح لأي مشروع معين عندما يكون هذا المشروع مشروع يتكاتف فيه الكل، سواء داخل الأسرة عندما يكون الأب والأم والأبناء يتكاتفون في قضية معينة، أو يكون على مستوى مدرسة، أو يكون على مستوى وزارة، أو يكون على مستوى مجتمع بأسره. فكيف لو كانت القضية قضية شعب بكامله؟ أنا لا أقول أحس أو أنني أتوقع، مستشفى الأمل أصبح قضية وطنية. نادرا أن تجد شخص لا يسمع بهذا الاسم، مستشفى الأمل لعلاج الأورام في عدن، أصبحت قضية لدى الكل. أحسها أنا أقل ما قد أجده من شخص يدعو لك في الشارع فيقول يا أخي بارك الله فيكم، هذا المشروع ممتاز، هذا كذا. أطفال، نساء، كبار، صغار، رجال، تجار، فقراء، يعني نسبة يمكن 90-80% من المتبرعين لهذا المشروع هم من الناس ذوي الدخل المحدود والبسطاء. يعني على سبيل المثال عندما أتي هذه الحصالة، حصالة من طفلة اسمها علياء، يعني داخل هذه الحصالة تقريبا 1140 ريال. طفلة اسمها علياء تصدقت بحصالتها، عمرها لا يتجاوز تقريبا 5 سنوات، تبرعت بهذا. ما الذي يجعل طفلة صغيرة تفكر بمثل هذا التفكير وتقدم رأس مالها في الدنيا 1140 ريال؟ أنا أقول حقيقة هذا قمة في الإبداع، قمة في الجمال، عندما يكون هذا هم وطن بكامله يسعى إليه الكثير والكل صغارا وكبارا. أحيانا نتعلم من الأطفال ما يعجز أن يقدمه لنا الكبار، أحيانا يقدم لنا الصغار دروس قمة في الروعة يعجز الكبار أن يقدموها لنا. مستشفى الأمل في عدن لعلاج الأورام هي مدرسة قبل أن يكون مستشفى. مستشفى الأمل في الأورام في عدن هو مشروع وطني، هي قضية. ولذلك المشاريع الكبيرة يا إخوة يوجد لها أعداء للنجاح، الضعفاء، المساكين. ولذلك أنا أقول الذي يريد أن يلتفت لمثل هؤلاء أو ينظر إلى الخلف سيستوقفوه في الطريق وسيتأخر عن الإنجاز. ما من مشروع، الأنبياء قدموا مشاريعهم أو عفوا قدموا رسالاتهم للناس فوجدوا من يحاول أن يوقفهم في الطريق. نحن سنمضي في مشروعنا وأبشركم. بالأمس حقيقة تكلمنا عن موضوع أنه تفاعل معنا جميع الصرافين، وحصل فقط أنه سوء تفاهم بيننا وبين الأخ مصرف الكريمي. أنا ذهبت اليوم حقيقة والتقيت بإدارة الكريمي وفتحوا حساب في جميع فروعهم باسم مستشفى الأمل لعلاج أورام السرطان أو مستشفى الأمل لعلاج الأورام بعدن. فتح هذا الحساب في جميع الفروع، يمكنكم الآن التحويل من الداخل والخارج وهنا وهناك في كل مكان باسم هذا المشروع. ثم خرجت من لديهم حقيقة وأنا يعني مرتاح جدا، لأنهم تبرعوا لصالح المشروع ب10 مليون ريال. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكتب أجورهم وأن يجزل لهم المثوبة وأن يبارك لهم فيما أعطوا ويبارك لهم فيما أبقوا. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل من يحمل هم هذا المشروع. نحن ابتدأنا اليوم التبرعات تقريبا ب43 مليون، والعشرة مليون هذه من الكريمي يصبح اليوم تقريبا 53 مليون. أنا نفسي طماعة ويعني وأتمنى اليوم نتجاوز المبلغ إلى حد كبير بإذن الله تعالى. أنا أحب أن أؤكد فقط، فاروق يعني يأتي معي مع الكاميرا، أؤكد فقط لكم لشرح المشروع مرة أخرى حتى تفهمون ما هو مشروع مستشفى الأمل لعلاج الأورام في عدن. البعض يعني يهمني أن يعرف ذلك سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. المشروع كبير، المرحلة القادمة كبيرة، والأشياء الكبيرة تحتاج إلى نفوس كبيرة، وأنتم يا أهل اليمن أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب المشاريع الكبيرة جدا. المرحلة الثانية تحتاج إلى 2 مليار، أنا متأكد 100% أنكم قادرون جدا على توفيرها. دعوني أشرح لكم عن المشروع وماذا تم إنجازه فيه وأين وصلنا في المشروع.
المرة الثانية، هذا المشروع أظن ماذا يظهر معي أخي عبد الله في الشاشة كاملا، هذا المشروع كامل، هذا المشروع كامل، هذا اسمه مستشفى الأمل لعلاج الأورام. أخبروني عن مشروع موجود في اليمن بهذا العمق وبهذا الكبر، يعني حتى لا يزعل مني بعض المشاريع الحكومية ربما ما وصلت إلى هذا الحجم. هذا مشروع مستشفى نموذجي متكامل. أنا عندي هنا للمستشفى قرابة 9 عمائر سكنية، 9 عماير سكنية، كل عمارة سكنية 6 تقريبا أدوار أو 5 أدوار موجودة هنا، مزودة حقيقة بمتنفسات وحدائق موجودة هنا، هذه العماير، وهنا هذه عماير أخرى 4 عماير. عندي مسجد جامع للمشروع بكامله. عندي المرحلة التي نحن الآن على تشطيبها، أؤكد على هذا الموضوع، أنا هنا المرحلة التي نحن الآن فيها ونشطبها، هذه هي المرحلة الأولى، عبارة عن بدروم، والدور الأول والدور الثاني يقدم الخدمات المتكاملة، عبارة عن كشف، وعبارة عن علاج كيميائي، وعبارة عن صيدلية، وعبارة عن مختبرات. أنا ما أتكلم عن فراغ، هذه الصور أتمنى أخي عبد الله يعرضها لي بعد قليل أنتقل إليها، ولو نحن هنا ممكن يدمج لي بين هذه وهذه إذا في إمكانية، بحيث أريكم هذه المرحلة أين هي، أين هذه المرحلة؟ ربما أخي عبد الله سيعرضها الآن. هذه المرحلة نحن الآن في تشطيباتها، هذه المرحلة إذا جاءت في الشاشة سأريكم إياها. هذه المرحلة نحن بدأنا فيها من العام الماضي، هذه أمامكم في الشاشة، هذه هي المرحلة التي أريكم إياها هنا، هذه المرحلة نحن في تشطيباتها، يعني أموالكم التي جمعتموها وصلت ونفذت وهي واقع أمام العيان، مشروع قائم بذاته، مستشفى الأمل لعلاج الأورام في عدن. الذي يحب أن يذهب ويتفرج إليه وينظر إليه سيجده ماثل أمام العيان. والعمل الآن وأنا أحدثكم الآن قائم في المشروع للتشطيبات والتجهيزات، واقع وعدناكم عليه العام الماضي وهو واقع أمامكم الآن تشاهدونه. هذه صور المستشفى الفعلية الموجودة في البريقة في منطقة المصافي، مشكورة الأرضية تبرعت بها مصافي عدن، وجزا الله خير الأخ الدكتور نجيب العوج وكذلك رئيس الجمهورية عمد هذه الأرضية ملك لهذا المستشفى الذي يعالج فيه أبناؤنا. هذه المرحلة، هذه المرحلة التي نجمع لها نحن هذه السنة، هذه المرحلة 6 أدوار. إذا اكتملت هذه المرحلة، هذه المرحلة تقدم العلاج بالإشعاع، هذا يقدم العلاج بالإشعاع. هذه المرحلة تكلفتها الإنشائية من غير التجهيزات تقريبا 2 مليار ريال يمني. قال لي أحد من أحبهم كثيرا، قال يعني لو جمعنا 1 مليار إن شاء الله نعتبر انتصار. لا أنا سأجمع بإذن الله 2 مليار بإذن الله تعالى. هذه المرحلة الثانية، هذا عبارة عن مركز الدراسات والبحوث، وهذا عبارة عن ما يسمى بالكشف المبكر. هذا مشروعكم يا أهل اليمن، سأعود إليكم إلى الشاشة العامة حتى تعرفون أين نحن من هذا المشروع. من معي؟ طيب طيب، فاعل خير عندي أول اتصالات من مؤتمر الحوار الوطني. معي على التلفون؟ معك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشهركم مبارك والله يجزيك خير ويبارك في عمرك. أنا أولا يعني أقول الله يوفقكم في الحوار الوطني، وأسأل الله أن يأخذ بأيديكم إلى كل خير، وأن يجمع كلمتكم، وأن يوفقكم في هذا الحوار لإخراج البلاد. نحن هنا نكافح السرطان، سرطان الأجساد، وأنتم هناك تكافحون سرطان اللوثات الفكرية والسياسية. فأسأل الله أن يكون في عونكم إن شاء الله، وإن شاء الله أن يكون في عونكم ويجيكم ألف خير. آمين إن شاء الله. أنت ما حبيت تذكر لي اسمك، لكن أنتم حبيتوا تتبرعون. أنا فاعل خير من الحوار الوطني. جميل، عضو من أعضاء الحوار الوطني. بيض الله وجهك. من أبناء عدن. والنعم فيك، والنعم فيك. ما عليك زود، الله يديك العافية. أنا عندي رصيد في البنك اليمن الدولي. أها. يعني في حدود 776,000. 676؟ 776,000. 776,000. 700. أيوة 76,000. أيوة. 776,000. أها. أنا أتبرع بالمستشفى الأمل. بيض الله وجهك، أسأل الله أن يسعدك وجهك بيض إن شاء الله. وإذا كان في الحوار الوطني أمثالك فالبلاد إلى خير إن شاء الله.
ان شاء الله. الله يسعدك، الله يبيض وجهك، كتب الله اجرك وبارك الله فيك، اسعد الله ايام حسناتكم ان شاء الله. وانتم كذلك الله يبارك فيك وفي اهل عدن جميعا الذي انت تمثلهم بهذه النفسيه الطيبه، بارك الله فيكم، اسعدكم الله. 776 الف من فاعل خير عضو في الحوار الوطني، بيض الله وجهك. من معي كذلك؟ اخي علي من السعوديه. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك يا حبيبي، اهلا وسهلا بك، شهر مبارك ان شاء الله. علينا وعليك يا الغالي، الله يوفقك يا شحات الحسنات. وانتم كذلك الله يسعد ايامكم ان شاء الله. طول عمرك. انا حولت 300 ريال سعودي عند ناصر محمد، ناصر العبيدي. بارك الله فيك، 300 ريال استلمها من احمد العامري صنعاء. بارك الله فيك، الله يسعد ايامك، بارك الله فيك. دعوتك يا شيخ محمد، الله يوفقك ويزيد الرجال من امثالك. الله يسعد ايامك ان شاء الله. وفقك الله. فاعل خير من صنعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. أنا شيت برا عبر الكريمي. أيوة تفضل. $100 عبر الكريمي، بارك الله فيك وأسعدك الله وكتب الله أجرك إن شاء الله. شكرا. طيب طيب لا بأس إن شاء الله. أنا حقيقة أشكركم وأشكر الكريمي أنه حقيقة دفع بنا اليوم دفعة جيدة. دعوني حقيقة سأخذ فاصل بسيط أنا معكم حتى أعطيكم الفيلم المتكامل عن هذا المشروع، ثم أعطيكم مفاجأة. ضيف طفل صغير اليوم عندي، ضيف في هذا البرنامج، طلبته أن يأتي إلينا هنا. أخرج إلى الفيلم ثم أعود إليكم. من الأرض الجرداء قد يزهر الخير، ومن تراب وصحراء مدينة عدن ينبت العطاء. عام من الإرادة مضى، فتحنا فيه أول ثغرة لضوء الأمل الذي يبحث عنه مرضى السرطان. عام بدأناه ببسمة أمل، وهو الآن ينتهي بإنشاء مستشفى الأمل. هنا في مدينة عدن كان اختيار موقع المستشفى نظرا لعدم وجود أي مراكز لعلاج الأورام السرطانية في أي من المحافظات المجاورة. أما هدف المشروع فهو تجسيد المعاني الحقيقية بأن المسلم أرحم الناس بالناس، وكذا محاولة الحد من سفر مرضى السرطان من أبناء اليمن إلى الخارج، ومحاولة تجنيبهم تحمل نفقات وتكاليف لا يقدر الكثيرون على تحملها، وتقديم خدمات صحية وعلاجية مجانية لمرضى السرطان. ولأننا في بلد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهله بالألين قلوبا والأرق أفئدة، كانت بداية الغيث قطرة من خلال برنامج بسمة أمل، والذي سعى خلال السنوات الماضية إلى مناشدة الأيادي البيضاء للتبرع ودعم مشروع مستشفى الأمل لعلاج الأورام، وهو ما تحقق بالفعل، لتبدأ بعدها رحلة التنفيذ الفعلي والعملي للمشروع على الأرض. وتم تسوير المشروع بتاريخ 1 نوفمبر 2012، وفي 1 يناير 2013 بدأت الشركة المنفذة للمشروع بالعمل ووضع اللبنة الأولى لمشروع مستشفى الأمل لعلاج الأورام، والذي سيكون على 3 مراحل. المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، وتتمثل بإنجاز الآتي: عيادات خارجية، مختبرات وصيدليات، الخدمات الإدارية، الخدمات المرافقة، قسم الرقود المؤقت. المرحلة الثانية تبلغ مساحتها 3026 مترا مربعا، وتشمل مبنى الترقيد بأقسامه الثلاثة: رجال، نساء، أطفال، مع باقي الخدمات المرافقة. المرحلة الثالثة من المشروع، وتشمل مركز الطب النووي الإشعاعي، مركز الاكتشاف المبكر، سكن الأطباء، مركز الدراسات والأبحاث، المركز التعليمي والتدريبي. أما التكلفة الإجمالية للمشروع في مراحله الثلاث فتبلغ $30 مليون، توفر منها حتى الآن مبلغ 800,136,977 ريالا، أي ما يعادل تقريبا $4 مليون. ولأن الشر موجود كما هو الخير موجود أيضا، لم تمضي عملية بناء المشروع بيسر وسهولة، بل ثمت صعوبات اعترضت طريق الخير لعل أبرزها: الصعوبات الأمنية
وتمثلت بمحاولات منع العمل في المشروع وإيقافه أكثر من مرة، إضافة إلى محاولات الاعتداء المسلح والتهديدات الشفوية والهاتفية بالقتل والتصفية الجسدية. الصعوبات الفنية والهندسية والمحاسبية، صعوبات في دور الاستلام والتسليم للهيئة التنفيذية، صعوبات جغرافية تمثلت في بعد موقع المشروع عن الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وخطوط الهاتف والإنترنت والصرف الصحي، لكن الإرادة تبقى أقوى من أي صعوبات، وتبقى أمانة تبرعاتكم أصلب من أي منعطفات تحاول التأثير على إنشاء مستشفى الأمل لعلاج الأورام. شعاع النور والغيم انجلى. أهلا وسهلا بكم مجددا في لقائنا الثاني. ضيفي حقيقة في هذه الدقائق المعدودة بطل الجمهورية في البطولة الرابعة للشطرنج للمدارس تحت شعار بالحوار نصنع المستقبل. دعوني أتعرف عليه. اتصل بي أبوه اليوم أمس، قال ابني طلع على الحلقة فتأثر حقيقة من الموضوع وحب أنه يقدم جائزته التي حصل عليها وتعتبر مفخرة بالنسبة له لصالح هذا المشروع. دعوني أتعرف عليه. اسمك حبيبي؟ اسمي معتز منيف الجايفي. معتز منيف الجايفي، عمري 6 سنوات. بطل الجمهورية في الشطرنج. ما شاء الله عليك. ايش اللي خلاك تجي لهنا؟ انا شفت البرنامج. وشفت المرضى يعني الاطفال. ايوه. وش حبيت تسوي؟ قلت اتبرع لها للاطفال. ايش تتبرع؟ بتلفون وكاس. يعني هذا التلفون حقك؟ ها، هذا اعطوك اياه جائزة. ايوه، أعطوك إياه في المسابقة يعني. أيوه. وتتبرع فيه لصالح المشروع. أيوه. هذا تلفون ابنكم معتز، عبارة عن تقريبا لابتوب صغير، يعتبر يعني جهاز كمبيوتر صغير. وبيش بالكاس حقك ولا إيش؟ ولا بالتلفون بس؟ تلفون والكاس. والكاس برضو حق الجائزة تتبرع فيه. هؤلاء أبناؤكم يا أهل اليمن، يتبرع بجائزته عبارة عن التلفون وكأسه يقدمه لصالح مستشفى الأمل لعلاج الأورام. أسأل الله أن يحفظه من كل شر، وأسأل الله أن يحفظ أبناء اليمن جميعا من كل سوء، وأسأل الله أن يبارك في هذا الشبل الذي أنا مطمئن حقيقة على مستقبل اليمن إن كان فيه مثل هؤلاء. بارك الله فيك يا معتز، وأسأل الله أن يحفظك من كل شر. لك حاجة تقولها ولا شيء؟ طيب أخرج أنا وأنتم إلى فلاش بسيط ثم أعود وأفتح المزاد على التلفون الذي وضعه ابني معتز هنا، وكذلك على الكأس الذي قدمه معتز لصالح مستشفى الأمل ويضعه هنا. من يستطيع أن يدخل معنا في هذا المزاد؟ بارك الله فيكم. أخرجوا إلى فلاش بسيط ثم أعود إليكم. كل القلوب الرحيمة مدعوون لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. بمستشفى الأمل، أمل الموجوعين الذي يتحقق بحكمة شعب رحيم. الحملة الشعبية لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. مستشفى الأمل حلم بدأ يتحقق. لتبرع في جميع البنوك اليمنية على رقم الحساب الموحد 77 77 77. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا. أحيطكم علما أن البندق الذي وضعناه أمس وصل المزاد فيه من الأخ أنور العمودي، اشتراه ب200 ألف. 200 ألف ما زال المزاد قائم على الجرمل وعلى الجبنتين. الجبنتين أحد الأخوة اشتراهما ب1000 ريال، 500 ريال سعودي، 500 ريال سعودي. وافتح اليوم المزاد كذلك على الذي قدمه ابني معتز في بطل الجمهورية للشطرنج فئة 6 سنوات على هذا الجوال وعلى هذا الكأس. قد لا تكون قيمته المادية شيء كثير، لكن قيمته المعنوية شيء أكبر. معي أبو فهد من البحرين. يا أبا فهد. أهلا شيخ. حياك حبيبي.
شو اخبار الشيخ؟ حياك ربي، الله يسعد ايامك. الله يطول بعمرك، شهر مبارك. علينا وعليك ان شاء الله. تفضل تفضل. اتبرع الشيخ 100 ريال سعودي. 200 ريال سعودي من ابو فاتح البحري. عني وعن زوجتي وعن ولدي. الله يسعدهم ويقر عينك بهم. بارك الله فيك يا ابو فهد. 200 ريال سعودي من ابو فهد البحرين. محمد بن صنعاء. محمد بن صنعاء. ايوه، مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالعافيه حبيبي. كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. معك محمد عزان، احد افراد قوات الامن المركزي. والنعم فيكم، الله يحفظكم من كل شر ويجعلكم الدرع الحصين لهذه البلد يا محمد. الله يحفظك يا شيخ. انا اتبرع يعني ب 3000 يمني. ثلاثه. لدي دعوه يعني اشياء اوجهها عبر قناتكم المفضله. ايوه. اولا اوجه يعني دعوه للاخ معالي وزير الداخليه والاخ اللواء الركن فضل القوسي بان يسارعوا باسهام يعني ضباط وافراد منتسبي وزاره الداخليه بان يقسموا علينا يعني قسطين من مرتباتنا، واحنا قد يعني بنتابع البرنامج وكلنا متعاونين مع المشروع هذا. بيض الله وجهك. كل الزملاء الافراد يعني بالكامل متعاونين ومستعدين، ولا يبقى الا سوى قياده الامن المركزي انها تسارع بخصم من مرتباتنا قسطين لصالح المشروع. بارك الله. ونريد ان يكون لنا بصمات في هذا المشروع باي طريقه كانت. الله يسعدك. مستعدين بكل. الله يسعدك بلد. والله اني مطمئن على هذه البلد ان فيها مثل 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 هذه النفوس الطيبه. بيض الله وجهك يا محمد، ونضم صوتنا الى صوتك لوزير الداخليه وكذلك قياده الامن المركزي حول ذلك. بيض الله وجهكم يا محمد وسعدك الله. عبد الباسط من السعوديه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب يا خالد. وانت بخير وصحة وسلامة. يا عمنا انا اتبرع ب 400 ريال عن اولادي. 400 ريال عن اولادك؟ سعودي. وعن و 200 ريال عني وعن زوجتي. و 100 ريال عنك وعن زوجتك؟ و 100 ريال عن الوالد والوالدة، تدعي لي الوالد الله يشفيه. اللهم امين، الله يشفيه ويعافيه ويقر عينك. و 50 ريال سعودي عن فقراء اليمن. و 50 ريال سعودي عن فقراء اليمن. و 5 ريال سعودي عن وزراء اليمن والاحزاب اليمنية. 5 ريال. اي نعم. يعني كثير ولا قليل تشوفها انت 5 ريالات؟ لا عليهم، على الوزراء والاحزاب. تتوقع انها بتوصل الرساله اليهم؟ والد، وانا مبارك لك في اولادك وفي الله يشفيه ويعافيه. وهذه 5 ريال، امس واحد تبرع عن اصحاب ماويه بكم يا شباب؟ ب 50 ريال، وانت ب 5 ريال عن الوزراء والاحزاب السياسيه. 500 ريال صاحب ماويه، و5 ريال اليوم عن الوزراء. والله ما ادري هذول يعني تصلهم الرسائل؟ اسال الله ذلك. ابو نواف. ابو نوف، يا ابا نوف. نعم يا سيدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، حياك الله. المزاد على الكاس كم طلع؟ الكاس هذا؟ الكاس الى الان لم يوضع فيه اي سعر، هذا قيمه، هذا وجه للابن معتز لانه فاز في بطل الجمهوريه للشطرنج وعمره 6 سنوات يتبرع به للمستشفى. كثر الله من امثاله. وكثر الله من امثالكم انتم كذلك. الله يعطيك العافيه. الله يسعد ايامك. انا اولا 1000 ريال عن بناتي، عن شيماء ورفع. الله يسعدهم، الله يسعدهم ان شاء الله. و1000 ريال انا. نعم. تبرع مني هذا اليوم. الله يسعدك، و1000 ريال منك يا بنوف. ايوه. الله يبارك في حياتك. الله يعطيكم العافيه. يسلمكم ان شاء الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم. اسعدك الله، اسعدك الله. طيب اخي فهد من السعوديه. فهد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد. حياك ربي. تفضل حبيبي. كيف حال الشيخ؟ بخير. في خير، الله يجعلك في خير ان شاء الله. شيخ محمد عامر. حياك الله، معك محمد العامري، تفضل. كيف حالك يا اخي؟ في خير، الله يسعد ايامك. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. محمد، شيخ محمد عامر. الله يسعدك، معك محمد العامري. ايوه، حولني عن شيخ محمد عامري. معاك محمد العامري. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اتبرع انا 900، انا مني فهد جبران 300، ومحمد علي السالمي 200، واكرم اليافعي 200، وصديقه 100، ومنصور محمد دخان 100 ريال، المجموع كلها 900. جمال فادح ان شاء الله بكره يحول بها الى مستشفى العمل. الله يبيض وجهك ويسعدك انت والشباب جميعا، محمد واكرم والشباب كلهم الذين شكلتم الوحده اليمنيه بجماليتها. الله يسعدك، الله يسعدك ان شاء الله يا فهد. ام خيري من تعز. ها، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك ام خيري من تعز. اهلا وسهلا بك. ممكن اتبرع ب 50000. 50000 من ام خيري من تعز، بارك الله فيك يا ام خيري واسعدك الله.
الله يسعدك دلك. أخي عبد الهادي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ في خير، جعلك في خير إن شاء الله. وشهر مبارك علينا وعليك بإذن الله. وش حالكم طيبين؟ الحمد لله في خير الله يسعدك. حبينا نسأل كم وصل إيش اسمها المزاد؟ على أنا عندي عندي كاس وعندي تلفون وعندي جبنتين وعندي بندق جرمل. لا تلفون. التلفون إلى الآن لم يفتح فيها أحد شيء. هذا التلفون قدم للطفل معتز لأنه بطل الجمهورية في الشطرنج وتبرع به للمستشفى. كم تضع عليه؟ 200 ريال. 200 ريال سعودي من أخي عبد الهادي. بارك الله فيك وسعد الله أيامك وتب الله أجرك. إذا عندنا 200 ريال سعودي في تلفون معتز، من يزيد عليه؟ من يزيد عليه؟ أخي محمد من السعودية. محمد. أيوة نعم. تفضل حبيبي. الو تفضل حبيبي، معاك يا محمد. الشيخ محمد ولا لا؟ نعم معك على الهواء. كيف حالك طيب؟ في خير الله يسعد ايامك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. انت بصحه وسلامه. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. 300 ريال يا اخي. لله 300 ريال سعودي من اخي محمد، الله يسعد ايامك واكتب اجرك ان شاء الله. ولا يحرمك يا اخي، والله يستر علينا وحالكم. الله يستر علينا وعليك، يوسع عليك ويعطيك ما تتمناه من خير ويدفع عنك كل شر. الله يدفع عنك كل شر انت وجميع المغتربين باذن الله تعالى. طيب حسين الشميري عندي هنا في القناة واضع على التلفون 400 ريال سعودي. 400 ريال سعودي من حسين. الله يسعدك يا حسين، ما شاء الله عليك تخصص تلفونات يا حسين. ادخل لنا في الكاسات، نشتي في الكاس من يعطي مبلغ. جزاك الله خير يا حسين. طيب انا طيب عباس. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حبيبي؟ في خير الله يسعد ايامك. اسال رب العرش العظيم يجعل هذا الميزان حسنه لك ان شاء الله. الله يسعدك وانت كذلك ان شاء الله. الله يوفقك دنيا واخره ويشفي كل مريض انت تلقاه في خدمتك. امين امين الله يبارك فيك. كيف طريقه التبرع؟ كيف على اي بنك اوصلها؟ على اي شيء؟ حول على ما شئت، عندك الكريمي، عندك كل الصرافين موجودين، حول على من تريد. خلاص عليك. الله يسعدك، الله يسعدك. طيب انا بس من باب التاكيد على هذا الموضوع. طيب ابغى يلا ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد حياك يا ربي. كيف الحال طال عمرك؟ الله يسعد ايامك. احبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. اتبرع لك 500 ريال. 500 ريال سعودي من اخي ابو عبد الرحمن. بارك نعم. الله في حياتك، الله يسعد ايامك. الله يجزاك خير على هذا العمل. انت تقدرك ان شاء الله. اخي فاعل خير من السعودية. فاعل خير من السعودية. طيب على بال ما يجيني فاعل خير من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ في خير الله يسعد أيامك. حياك الله يا شيخ. كيف أمورك؟ تمام الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. ورمضان كريم علينا وعليك الغالي، حياك الله. فاعل خير من الرياض 500 ريال سعودي. 500 ريال سعودي من فاعل خير من الرياض، الله يسعدك ويكتب أجرك إن شاء الله. الله يبارك في حياتك يا فاعل خمسة. طيب أحب أكد فقط على قضية. نحن لا نستقبل تبرعات هنا إلا باسم فقط مستشفى الأمل لعلاج الأورام عدن. أؤكد على الموضوع هذا، لا نستقبل تبرعات إلا باسم مستشفى الأمل لعلاج الأورام عدن. من الخارج فقط، من الخارج باسم ناصر محمد ناصر العبيدي. يعني نحن هنا لا نستقبل تبرعات باسم مثلا محمد العامري، ولا باسم قناة السعيدة، ولا باسم القاسم الشهاري، ولا باسم المؤسسة الوطنية، ولا بأي اسم آخر على الإطلاق. يعني من يرسل بهذه الأسماء ثقوا أنها لا تصل إلينا. نحن سنذهب فقط لدى الصرافين ولدى البنوك ونأخذ فقط بهذه الأسماء، اسمين فقط، مستشفى الأمل لعلاج الأورام من الحوالات الداخلية، حوالات الخارجية باسم ناصر محمد ناصر العبيدي. من أرسل بغير هذه الطريقة لن يصلنا منها ريالا واحدا. يعني من أرسل باسم محمد العامري، باسم بسمة أمل، باسم أي اسم لا تصلنا، باسم مؤسسة الوطنية مكافحة السرطان، باسم القاسم الشهري، احنا ما نستقبل هنا بغير هذه الأسماء. من أجل أن نوحد الحسابات، المؤسسة الوطنية يقومون على جمع تبرعات لعلاج المرضى، بارك الله فيهم وسعدهم الله. نحن هنا بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية نقوم لبناء المستشفى. محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيل الشيخ؟ حياك الله حبيبي، أهلا وسهلا. الله يسلمك. بس حابين نتبرع. تفضل حبيبي تفضل.
اتبرع ب 500 ريال ان شاء الله. 500 ريال سعودي من اخي محمد من السعوديه، الله يسعد يومك. ام عمرو من صنعاء، يا ام عمرو، ام عمرو. طيب ام عمرو قد تكون غير متواجده معنا. انا اخرج حقيقه يا اخوه حتى تستشعرون عظم هذا الموضوع، ساخذ اتصال من فاعل خير من الضائع، لكن بعده مباشره سانتقل الى الحالات التي تعاني هذا المرض، يعني حالات ليست بالسهلة، وسأتيكم اليوم بحالة من إب للطفل عمر. فاعل خير من الضالع، فاعل خير. طيب فاعل خير مطول. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ في خير الله يسعد حالك. جزاك الله. تفضل تفضل انا معك. جزاك الله الف خير يا شيخ محمد. جزاك الجنة. فاعل خير. الله يبارك فيك. دمت المحافظ الطالع. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. 500 دولار صالح مستشفى الامل. الله يسعدك. الله يسعدك الله يسعدك. بارك الله فيك. 500 دولار من اخي فاعل خير من الضالع. بارك الله فيك. ابو نادر، يا ابا نادر من السعودية. ابو نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ محمد كيف حالك؟ في خير الله يسعدك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. اتبرع عني وعن والدي ووالدي ب 3000 ريال. 3000 ريال سعودي. سعودي. بارك الله فيك يا ابا نادر. وعن الشهيد سالم علي قطن ب 1000. سالم علي قطن رحمه الله واسكنه فسيح جناته. والله العظيم يا ابو نادر عندما ذكرت اسمه والله العظيم ان جسمي قشعر. يعني لهذا الهامة وهذا الاسم الكبير. الله يرحمه ويسكنه الجنة وبيض الله وجهك على هذه اللفتة الجميلة. بيض الله وجهك. يعني أخي علي من الحديدة. ألو شيخ محمد. حياك الله أخي علي. ألو. أيوة أخي علي معك تفضل. كيف حالك؟ في خير الله يسلم حالك إن شاء الله. شهر مبارك يا شيخ محمد. علينا وعليك إن شاء الله. اتبرع ب 500 ريال عني وعن اولادي. 500 ريال اعتبرها سعودي من الاخي علي من الحديده عنه وعن اولاده، اسال الله ان يوفقك ويكتب اجرك ان شاء الله. طيب انا اخرج حقيقه الى حاله اليوم، الى حاله الطفل عمر من اب، شفاه الله وعافاه وشفى جميع مرضى المسلمين. ما أسعد الأم وطفلها بحضنها تشاركه ألعابه. هذا المشهد يبدو طبيعيا لو كان في المنزل أو في حديقة أو روضة من رياض الأطفال، لكن أن يكون بغرفة في مستشفى، وأي غرفة، إنها في مركز لأورام السرطان. عمر، هذا الوجه الملائكي البريء، لم يتجاوز عمره العام أو الثلاثة أشهر، أصيب بورم خبيث بجانب الرئتين. يعني بداية الشيء لما عرفت الصدق بكيت وزعلت، يعني ما كنت متوقع أن هذا المرض بابني الصدق، خاصة حين هو صغير. بس بالآخر الحمد لله تحمدنا الله والحمد لله. كانوا يقولوا التهابات، كان النفس حقه ضيق زيادة، ما يقدرش لا يرضع ولا يتنفس. الشخير حقه زيادة، كان يقولون التهابات بداية الشيء، اكتشفنا بعد عدة رمضان. عملنا له كشافة مقطعية في إب، قال لنا انه كيس دهني. جينا هنا انتقلنا للمستشفى العلو، قالوا نعمل له عينة، يعني نسحب عينة. رجع قالوا عملية طوالي، يعني ما اكتشفت انه مرض سرطاني الا بعد العملية. الاسرة التي تقطن محافظة اب هي الان في صنعاء لعلاج طفلها من هذا المرض الخبيث، وقد اجريت له عملية لاستئصال الورم، وهو الان يتلقى العلاج الكيماوي. املها بالله كبير في ان يشفي طفلها مما هو فيه، رغم ما يلاقونه من مشقة ورغم معاناتهم.
بداية الشيء إنه وعي يزعل، وبس الحمد لله وحولونا لها أنا لمركز السرطان، خلص وبدينا الجرعات الكيماوية. من يرى ابتسامة عمر وضحكته البريئة وهو بحضن أمه لا يملك إلا أن يتعلق حبا بهذا الوجه الذي يحمل كل معاني الطفولة الممزوجة بالبشاشة والمرح. لكن المشهد يتغير رويدا رويدا عندما رأيناه بتلك العينين الذابلتين، وكأن لسان حاله يقول وقد أغمضهما انظروا إلي وانظروا إلى جسدي النحيل، فبرغم ابتسامتي فقد أنهكني ما ألم بي. رحماك يا رب بهذا الجسد الصغير وبأمه التي ترى قطعة منها تذبل يوما بعد يوم. الحملة الشعبية لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. للتبرع في جميع البنوك اليمنية على رقم الحساب الموحد 77 77 77. لولا الأمل محد بهالدنيا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يشافي الابن عمر ويشافي جميع مرضى المسلمين، وأن أن يلهم أهله وذويهم الصبر والتحمل على هذا الذي هو امتحان من الله جل وعلا. حامد عبد الخالق دبوان من السعودية، خميس مشيت تبرع ب 2300 ريال سعودي، وزعها على نحو التالي: 500 عن والده و500 عن والدته. بيض الله وجهك أن يكون الأبناء مثل هذا الأخ حامد. ثم قال 1000 عنه وعن أولاده، ثم 100 ريال عن تجار حضرموت، و100 عن تجار صنعاء، و100 عن تجار خميس مشيت. الله إذا سيرضى تجار حضرموت تجار صنعاء تجار خميس مشيط بمئة ريال، عاد هذا شيء رجعهم. بارك الله فيك أخي حامد. طيب معي فعل خير من البيضاء. فعل خير من البيضاء. طيب فعل خير من البيضاء لعله غير متواجد الآن. أخي علي من البحرين. أخي علي من البحرين. أخي علي من البحرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو تسمعني من التلفون. حياك الله يا أخي علي. والله الثانية مهمة يا جماعة، حولني على أخفاء الخير من 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 من, من, من سيئوني إذا كان بيطول الأخ أو شبوه. نعم يا أخي. بتبرع يا شيخ الله يسلمك ب 300 ريال سعودي. 300 ريال سعودي من أخي علي من البحرين. بارك الله فيك وسعدك الله، الله يكتب أجرك. فاعل خير من شبوه. طيب لا لا بس. بكيل من صنعاء. أرجو كل من يتصل أن يكلمني من الهاتف يا أخوة، لأنه استجار أقمار صناعي جزاهم الله خير الأخوة في قناة سعيدة متبرعين بذلك، لكن الوقت مهم جدا، في عشرات أو مئات الاتصالات على التلفون. فبكيل من صنعاء. بكيل بكيل هديل هديل. أهلا 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 هديل، يا أهلا وسهلا، كيف حالك يا هديل؟ هديل كيف حالك؟ بخير الحمد لله. تفضل يا بنتي هديل، تفضلي قولي. تبرع. ايوه تبرعي. ها بكم؟ ب10000. ما اشتينا ترجمة. كم يا هديل؟ 5000. ها 5000. 15. والله أنا شوفي يا بنتي وأبوك وأمك يسمعون، أنا بطلع السر لما قدهم يتكلموا أحد منهم. 5000. 5000. 5000 من بنتي هديل. الله يسعدك ويجعل هذا الصوت يعني يتحلى بالقرآن. ها أدعي لمن؟ لجدك. لجدك
الله يسعدك، الله يسعدك ويسعد جدك إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك فيك وينشئك نشأة حسنة مباركة بإذن الله. نعم التربية، أبشروا يا أهل اليمن، الجيل القادم هو الجيل الذي سيغير هذا الواقع الذي ترونه. إن كان ما أدري كم عمرها، سنتين 3 سنوات، الله أعلم كم عمرها، لكن يعني جيل قادم، جيل سيغير والله مجرى التاريخ. والله إني مطمئن، لا تعولوا لا على بترول ولا على ذهب، عولوا على الجيل القادم. أخي بكير من صنعاء، حياك حبيبي. وحيك، يا أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. معك بكير علامة يا أخي من بني حشيش. ونعم فيك. 10,000 و2,000 على أصحاب بني حشيش. 10,000 و2,000 عن بني حشيش كلهم؟ على بني حشيش كلهم، اللي هم أصلا اللي بالطلقات يسموه بسم الله إسرائيلي، هم سبب سرطانهم. أسأل الله أن يكونوا هم سبب كذلك في أن يقوموا بإنشاء المستشفى بإذن الله. بيض الله وجهك يا بكيل، بيض الله وجهك، الله يسعدك. 12,000 من أخي بكيل. لا حتى الآن يا شيخ ولا بتشفنا واحد من أصحاب الشعر. لا لا، بيجوك الآن، بيجوك الآن. أنا أمس تكلم واحد عن أصحاب الشعر وتكلم واحد عن ماوية، جاءتني اتصالات. أبشر أبشر، بإذن الله رسالتك وصلت بإذن الله. بيض الله وجهك. أخي حسين من جدة. حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير شيخ محمد، جزاك الله بالعافيه والسرور. اتبرع ب 500 ريال 500 ريال سعودي من اخي حسين من جده. بارك الله فيك يا حسين، سعدك الله. اخي فواز من جده. قبل فواز، انا اشكر حقيقه الاخوه في خدمه المشتركين في مكتب مذبح الاتصالات، منهم الاخ عمار النصيري وجميع العاملين، قدموا لنا اليوم تسهيلات في ضبط الاتصالات التي تستقبلها انتم. بارك الله فيكم يا شباب، وكتب الله اجوركم وفي الشركه العامه بشكل عام. وانا منتظر اتصال من شركة الاتصالات ومن يمن موبايل وسبافون وواي وكل الشركات هذه. ماذا ستقدمون؟ من معي يا أخي عبد الله؟ فواز من السعودية. كيف الحال؟ حياك ربي وسعدك، شهر مبارك علينا عليك إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. الله يعافيك. أتبرع ب 500 عن الوالد والوالدة. الله يسعدك. أحياء؟ أحياء موجودين؟ أيوة الحمد لله. يا ربي يطيل في عمرهم، يحسن عملهم، يرزقك برهم وطاعتهم إن شاء الله. الله يسعدك يا فواز. 500 ريال عن فواز عن والد الوالدة، بارك الله فيك. الله يعافيك. حسنة من جدة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة الله يحفظك. معاك يا أخت حسنة، تفضلي. أبغى أتبرع ب 200 سعودي. 200 ريال سعودي من أختي حسنة من جدة، بارك الله فيك وأسعدك الله. طيب. أخي عبد العليم من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، حياك الله، الله أجعل في ميزان حسناتك هذا البرنامج. وأسعد الله أيامك، الله يسعدك. والله نتبرع ب 200 ريال. 200 ريال سعودي. و 5 ريال عن الشيخ حميد الأحمر. 5 لا تورطنا إن شاء الله يرحم والديك. 200 ريال رئيس الوزراء والوزراء حقه. الله يسعدك، إذا أنا آخذ 200 ريال ومن تبرعت عنه بال 5 ريال. الله يسعد أيامك. 200 ريال سعودي من أخي عبد العليم من السعودية. يعني أنا سأقف معكم حقيقة فيما تتبرعون به عن جهات حتى تستحثوها لقضية التبرع، لكن جاءتني رسائل كثيرة، منهم من يقول، منهم من يقول هذه عن فلان وفلان. لا ندخل في تشخيص أو شخصنة بعض الأمور، حتى يعني لا ندخل في دوامة العمل الخيري يندمج في السياسة، يعني أبعد العمل الخيري. وذلك أنا ناديت قلت أين الأحزاب؟ واحد الأخوة أمس تبرع عن الأحزاب والشخصيات والسياسيين تقريبا 5 ريال أو ما أدري كم تبرع عنهم. ما عندي مشكلة لأنها مبهمة، لكن شخصنة الأسماء قد يكون فيها مشكلة. فاعلة خير من صنعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بارك الله فيكم. أنا إن شاء الله بس فاعلة خير، بس برع 50,000. 50,000؟ نعم. ما أسمع. ادعي لنا يا شيخ. الله يسعدكم، الله يسعد، الله يسعد الوالد والوالدة الاثنين. الله يسعدكم ويرزقك برهم وطاعتهم، واسأل الله جل وعلا أن 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 يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة. الله يسعدك يا أختي. 50. أخي أسامة من السعودية. أسامة، طيب أنا يعني أنا أريد حقيقة السياسيين أن يدلوا بدلوهم، أن يدلوا بدلوهم ولو بالكلمة. ولذلك سأخرج أنا بعد إبراهيم من جدة الآن إلى كلمة لأحد رموز السياسة في اليمن. نريد أن نوجه السياسيين إلى تقديم شيء لهذه البلد. شبعنا سياسة يا أخوة، والله ما دمرنا إلا يعني الانشغال عن التنمية في هذه البلد. إبراهيم من السعودية. الانشغال عن التنمية
ابراهيم تفضل. ابراهيم تفضل. ابراهيم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابراهيم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ محمد؟ في خير الله يسعد حالك. رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليك الغالي. كيف حالك طيب؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم لا الحمد. اقول لك اتبرع 200 ريال. 200 ريال سعودي من اخي ابراهيم، اسعدك الله. 50 ريال عني. عفوا؟ 50 ريال عني. 50 ريال عنك. و50 ريال عن الوالدة. و50 الوالدة. و50 الزوجة. و50 الزوجة. و50 خالد الله يحفظني. خالد؟ ايوه ولدي. الله يسعده ويرزقك بره وطاعته، بارك الله فيك يا اخي ابراهيم واسعدك الله. دعوني اخرج الى عندما يتكلم السياسيون عن هذه الأعمال كيف تتقبلهم النفوس كثيرا جدا. أخرج إلى هذا الفصل. الرسالة التي نريد أن نوجهها إليكم أيها الإخوة أنه في هذا الشهر الكريم وبقليل من مال أموال الزكاة التي تصرفونها أن توجهوها إلى هذه الجمعية حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه وتنقذ حياة الكثير من أبنائكم وأخوتكم وأخواتكم. الحملة الشعبية لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. مستشفى الأمل حلم بدأ يتحقق. للتبرع في جميع البنوك اليمنية على رقم الحساب الموحد 77 77 77. فاعل خير من السعودية. لعله أطلنا عليه ثم خرج. لا بأس يعود غيش. توفيق من السعودية. وأتمنى الشباب يعطونا كم وصلنا. هل عدينا 60 مليون؟ أنتظر منكم ردا. توفيق من السعودية. أهلا محمد. حياك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ في خير سلم الله حالك. يحمل كاس اللي قدامك والتلفون ب1500 ورجعوه للولد. بيض الله وجهك. أعيد الكلام. أنا توفيق يحزر من السعودية. أيوة عيد لي الكلام. أقول لك الكاس والتلفون ب1500 سعودي. أيوة. ورجعوه للولد الصبي ذا اللي أعطاه. معتز معتز. معتز أيوة. الله يعزك بطاعته ويخلف لك فيما أعطيت وفيما أبقيت وبيض الله وجهك. لكن لو جاني واحد ترى ببيع أكثر. عادي عادي. الله يسعدك يا توفيق. الله يسعدك ويسعد أيامك إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسعدك. الله يسعدك. بارك الله في حياتك. طيب اخي عبدو من صنعاء. عبدو. ايوه. واتمنى يا عبد الله الشباب يعطونا كم وصلوا. 60 مليون وصلناها. عبدو أيوة تفضل. تفضل حبيبي تفضل. تفضل يا أيوة. عبدو. معك معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا سيد محمد؟ حياك الله. كيف صحتك؟ الله يبارك في عمرك بس استعجل الله يسعدك. يا معن تفضل تفضل. معنا نتبرع ب 2000 ريال ان شاء الله. 2000 ريال ايش؟ 2000 ريال يمني. 2000 ريال يمني. بارك الله فيك وسعدك الله. طيب انا حقيقة اريد ان اوجه نداء. اوجه نداء انني في المرحلة الاولى حقيقة نحن دخلنا في التشطيبات. انا بحاجة الى بلاط. أنا بحاجة إلى مواد كهربائية. من سيتصل بي الآن من الموردين الكبار ولا أذكر الأسماء، الموردين الكبار الذين يوردون البلاط سيقول لي علي كذا متر أو علي المستشفى كامل. أنا أنتظر اتصالات لمن سيتبرعوا لي بالبلاط حتى نضعه في المرحلة الأولى ونوفر مبلغا للمرحلة الثانية. من معي؟ سلام من عدن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا مرحبا. شهر مبارك ان شاء الله. علينا وعليك الغالي. القيني ان شاء الله ربنا. الله يسعدك يا سلام. اهلا وسهلا. انا والله اتبرع ب 5000. تتبرع؟ ب 5000. 5000 من اخي سلام من عدن، بارك الله فيك وسلمك من كل شر، الله يسعد ايامك. فاعل خير من الكويت، اول اتصال من الكويت. مساء الخير يا شيخ. مساء النور والعافيه. الله يجزاك خير على البرنامج الحلو. يسعد ايامك. يصلكم البث لعندكم في الكويت جيدا؟ اي موجود متابعينكم دائما. بارك الله في حياتك، يكفينا تفاعلكم الطيب هذا. الله يسلمك. انا متبرع ب 50 دينار بنيت ان الله يشفي ابوي. اسال الله ان يشفيه ويعافيه ويطمنك عليه ويقومه بالسلامه ويلبسه لباس الصحه والعافيه باذن الله تعالى. الله يشفيه، الله يشفيه باذن الله تعالى. 50 دينار الله يسعدك. عماد من السعوديه. التلفون كم انا بزود على التلفون؟
التلفون. شوف أخي، أخي توفيق من السعودية أعطى على التلفون وعلى الكاس كلها على بعضها ب 1500. أنا أبي التلفون أشتريه ب 700 ريال سعودي بروحه. 700 ريال سعودي هكذا؟ نعم. طيب بارك الله فيك. إذن أخي من الكويت فاعل خير على أساس أنه 700 ريال. بارك الله فيك، أسعدك الله. طيب أنا لو قسمتها سيكون ما قدمه توفيق أغلى، لأنه 750 750. ما زال توفيق في المقدمة. عماد من السعودية، مرحبا. عماد هلا، مرحبا. حياك ربي، تفضل. متبرع 500 من أخي عماد من السعودية. بارك الله فيك وأسعدك الله، الله يسعدك. واتمنى الشباب يعطوني كم وصلنا، قد عدينا 60 مليون، ايش تنبشر الناس؟ يلا اعطونا ان شاء الله. التلفونات موجوده لديكم على مكاتبنا في عدن او مكتبنا في صنعاء او مكتبنا في القناه، يمكنكم الاتصال حتى تصل تبرعاتكم. سند فرج، تفضل يا اخي فرج. الو، تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حال الشيخ محمد؟ بخير، سلم الله حالك. واخي ابغى اتبرع. تفضل. ابغى اتبرع ب 500 سعودي. 500 سعودي من اخي فرج، من فين؟ انا الوالد والوالده. انا الوالد والوالده، الله يكتب اجرك ويبارك في عمرك ويخلف لك فيما اعطيت. من الطائف. من الطائف، بارك الله فيك، اسعدك الله. الله يبارك في عمرك يا اخي فرج، الله يسعد ايامك. طيب هادي، يا هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير الله يسلم حالك. أستاذ محمد. نعم معك حبيبي. معك هادي الحكي من السعودية. والنعم فيك يا هادي. حب تبرع لسلمك. تفضل تفضل حبيبي. تبرع ب 1000 ريال سعودي. 1000 ريال سعودي من أخي هادي، الله يسعد أيامك ويشرح قلبك إن شاء الله ويهديك إلى سواء الصراط بإذن الله. الله يسعدك يا أخي هادي، بارك الله فيك. 1000 ريال سعودي من أخي هادي. طيب دعوني حقيقة أخرج إلى 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 نشيد يعني يحكي لكم معاناة، وكثير حقيقة ما يطلبون هذا النشيد وهو مادة الطبيب. يا بني من
وربي ما خاب من يرفع يديه إلى السماء، ما خاب. فاعلة خير أرسلت لي الآن، وصلني هذا خاتم الذهب. فاعلة خير إذا عبد الله حبيبي جاءت إلى هنا إلى القناة وأوصلت هذا الخاتم. يا إخوة والله العظيم أقولها بصدق، يعني هذا المبلغ هذا كم قيمته؟ يعني 10 20 30 40 50 ألف. ليست العبرة بقيمة هذا الشيء، العبرة النفوس الكبيرة. عندما تأتي أخت الآن في هذا الوقت وتوصل هذا وتقول أتبرع به، همة تدفع بهذه النفوس أن تحاول أن تزاحم لدخول الجنة وترضى الله سبحانه وتعالى. أخي عطية من السعودية. عطية من السعودية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية. أنا متبرع بنك ريال الله يحفظك، من بدر وحنين، من المملكة العربية السعودية. ألف ريال؟ نعم، ألف ريال سعودي. بارك الله فيك وسعدك الله، الله يكتب عني وعن أولادي وعن والدتي ووالدي. الله يسعدهم ويسعدك بهم وتقر عينك بهم ويعطيهم الصحة والسلامة والعافية. بارك الله فيك عطية. أخي الأهدل من السعودية كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم يا أستاذ محمد. علينا وعليك الغالي. كيفك طيب؟ في خير الله يسعد أيامك. 2000 ريال. 2000 ريال. 800 على الوالد رحمه الله. الله يرحمه ويسكنه الجنة. الله يرحمه. و800 علي. و800 عليك أنت. و400 ريال على الوالدة. و200 ريال عن الوالدة. و200 لعيالي. و200 لعيالك. الله يسعدك ويجمع شوركم وكلمتكم ولا يحرمكم من بعض بإذن الله. الله يسعد أيامك يا أهلل. الله يسعد أيامك أخي أنور. شهرك مبارك أخي محمد. وشهرك كذلك. أنا أشكرك على البرنامج الرائع. وأنا أشكرك على اتصالك الذي له بالنسبة لي يعني يرفع معنوياتي بشيء كثير والله. أنا أناشدك من خلال أناشد الإخوة المغتربين من رجال الأعمال اللي في السعودية اللي قادرين يسووا المستحيلات داخل اليمن. نعم صدقت صدقت. وأناشدهم من خلال البرنامج بالتبرع والدعم الكامل للمشروع. الله يسعد أيامك يا أنور، الله يبارك فيك. أتبرع ب500 ريال. 500 ريال من أخي أنور، بارك الله فيك وسعدك الله. والله يا أخوة شوفوا أنا لا أريد أن طيب توفيق من صنعاء بيتحملني شوية. أنا لا أريد حقيقة أن ينافسكم يا يعني كل الناس أصحاب الدخل المحدود، ما أريد أن ينافسكم حقيقة التجار الكبار. كونوا أنتم رواد هذا المشروع، كونوا إذا هؤلاء أبوا فكونوا أنتم ملاك هذا المشروع. يعني أنا أعتبر أن هذا مفخرة، والله مفخرة، بدلا أن يأتي يكتب على المشروع دعم أوروبي أمريكي هولندي بريطاني صيني. يعني تعالوا خلنا نخرج أنتم إلى الشوارع ونجد كبارينا وشوارعنا ومؤسساتنا ومستشفياتنا كلها تبرعات. هذا المستشفى سيكتب عليه تمويل أهل اليمن، والله مفخرة والله. ولذلك انظروا إلى اتصالات بالعشرات ما نفي بها. أنا أعتبر أن هذا مفخرة للكل. من معي؟ أبشركم طبعا التبرعات الآن وصلت عندي الآن قرابة 62 مليون. نحن في اليوم الرابع والآن وصلنا إلى 62 مليون، يعني تقريبا مليون ريال سعودي. مبلغ ليس بالبسيط، لكن أنا أتوقع، أنا أطلب مليار، لا أخفيكم، أنا أريد مليار المرحلة الثانية. توفيق توفيق. ألو. أهلا أهلا ابني توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتبرع ب5000 من حصالتي. من حصالتك 5000. أنت كنت تجمعها على شأن إيش يا توفيق؟ للعيد ولا لإيش؟ إيه؟ أنت كنت تجمع الفلوس على شأن إيش؟ ملابس العيد ولا إيش تشتي فيها؟ عشان نلبس الشهر أمل، شفت الإعلام قبل رمضان وجمعت الفلوس عشان أتبرع بها. ما شاء الله عليك. كم عمرك يا توفيق؟ عمري 10 سنين وأخي عمره 6 سنين. اشتي تبرع ب5000. وينه؟ أهلا. أعطني إياه أعطني إياه. يا شيخ. أهلا 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 حبيبي، أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ حسين. حسين، الله يسعدك يا حسين، الله يسعدك ويبارك فيك. المحجب. ها؟ صادق المحجب. حسين صادق. أتبرع ب5000 بحصارتي يا شيخ. ما شاء الله حصارتك ما شاء الله عليها، ظهرنا فيها فلوس كثير يا حسين. تعين أنا يا شيخ بالشفاء أنا وأخي. الله يبارك فيك، والله إن أبوك وأمك يفتخرون بكم وبتربيتكم هذه. الله يسعدكم ويقيكم كل شر ويبارك في أعماركم إن شاء الله. بارك الله فيك يا توفيق ويا حسين. أسامة من السعودية. أسامة. هلا. أهلا بك. الله يحييك ويحييك ان شاء الله. تفضل يا اسامه.
السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ في خير الله يسلم حالك. تفضل. أنا أتبرع يا شيخ ب200 ريال سعودي عني وعن أولادي. بكم؟ ب200 ريال سعودي. 200 ريال سعودي عنك وعن الأولاد. الله يسعدك ويسعد أيامك يا أسامة، بارك الله فيك وأسأل الله أن يخلف لك. طيب بن معين صالح من قطر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم إن شاء الله. وعلينا وعليك الغالي. الله علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله. آمين يا رب، آمين يا رب. تفضل يا صالح. وأحب أدخل في المزاد يا شيخ، الكاس والجوال حق الكاس فلس. والجوال ممتاز، تفضل. نعم. متى إيش اسمه؟ أنا 5000 ريال قطري. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعد أيامك. أخي صالح من قطر دخل في المزاد على هذا الكاس لابننا معتز وهذا الجوال لابننا معتز الذي فاز بالجمهورية للشطرنج الذي عمره واحديهم للوحدة الطفلة وش اسمه معتز. وتعيدها المعتز. اي نعم. الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يسعدك، الله يسعد ايامك ويكتب اجرك ويبارك فيك ويخلف لك فيما اعطيته وفيما ابقيت ان شاء الله. بارك الله فيك صالح. اخي صالح دخل في المزاد على الكاس وعلى الجوال ب5000 ريال قطري، اسعد الله ايامك وكتب اجرك واجر اخي توفيق الذي دخل من البدايه. بارك الله فيك يا صالح، بارك الله فيك. عبد العزيز من السعوديه، اؤكد فقط ان الجرمل ب200000 الانور العمودي والجبنتين ب1000 ريال سعودي. اخي من؟ عبد العزيز. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا هلا، معك يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل حبيبي. حياك الله يا شيخ. بس تبرع ب2000 عني وعن اخي بلال قاسم محمد مبارك. 2000 عنك وعن اخوك وعن اخيك من؟ بلال قاسم محمد مبارك. بلال قاسم محمد. الف عليه. الله يسعدك ويسعد اخوك بلال ويجمع بينكم على ان شاء الله على الاخوه الصادقه باذن الله تعالى. الله يسعدك يا اخي، بارك الله فيك واسعد الله ايامك. بعده سعيد من الرياض. سعيد عبد النفيش. سعيد عبد النفيش من الرياض، اهلا وسهلا يا سعيد. حياك الله. والله محمد العامري. نعم معك محمد العامري، بارك الله فيك وشهر مبارك علينا وعليك الغالي. اتبرع ب 300 ريال عني و500 عن زوجتي. 300 عنك و500 عن الزوجة. لا 300 عني و200 عن زوجتي. نعم 300 عنك و200 عن الزوجة، صارت 500 ريال. 500 ريال. الله يسعد ايامك، الله يسعد ايامك ويكتب اجرك انت والزوجة، الله يبارك فيك. ممكن اتبرع عنا وزارة المالية ووزير المالية ولا مش ممكن؟ الا ممكن، ليش مش ممكن؟ تفضل. تفضل. ممكن ونص. و50 ريال عن وزير المالية. و50 ريال عن وزير المالية، ان شاء الله انه يسمعك الان او احد الوكلاء حتى يوصل له الخبر انه بصلتنا تبرعات عنه ب50 ريال سعودي من اخي الحبيب سعيد من الرياض. بارك الله فيك. والله هذه السنة التبرعات عن الاخرين عندنا كثيرة هذه السنة، يعني ممتاز، هذا يبشر بخير ان شاء الله. فاعل خير من اب. ايوه اهلا وسهلا. حياك. حياك انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. اتبرع ب5000 ريال. 5000 ريال من اخي فاعل خير من اب، بارك الله فيك واسعدك الله. يعني ما شاء الله تبارك الله، انا حقيقة هذه الظاهرة السنة هذه الاطفال يتبرعون والذين يتبرعون عن الوزراء وعن المسؤولين، ويعني هذه بادرة خير. تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يسلم حالك. تفضل. استاذ محمد، اتبرع من اي شيء عيني وكراسي دوار. ايوه. 3 كراسي دوار و3 كراسي ثابت. بارك الله فيك. اشتريتهم ب45 ولو معي اكثر من كذا والله لا تبرع حتى بعيوني. يا رجل تسلم عينك ويسلم هذا النفس الطيبة، والله لا يقدر الناس ترى بما يعطون، ما يقدر الناس بما يعطون، يقدر الناس بما يحملون في قلوبهم. الله يسر عليك. الله يسعدك ويوسع عليك ويعوضك به في كرسي في الجنة بإذن الله تعالى. الله يسعدك يا اخي احمد من المكلا، بارك الله فيك واسعد الله ايامك. طيب انا 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 طيب فارس من عدن، بس قبل فارس لو طيب تفضل يا فارس. حياك حبيبي، يا اهلا وسهلا. الله يحفظك. من 10000 يمني. 10000 يمني من اخي فارس. الله يسعدك ويسعد ايامك ويوسع عليك باذن الله تعالى. انا حقيقة في بداية الحلقات هذه ساحاول ان ارسل رسائل للوزراء وللكبار، اخر الايام سانادي محمد الاستاذ محمد سالم باسندوه
ماذا سيقدم لهذا المشروع. آخر الأيام سأقدم رسالة بعدين إلى رئيس الجمهورية. أخرج معكم إلى عبد العبيدين، انتظر معي قليل، أخرج إلى فاصل فلاش عن المستشفى ثم أعود. 80% من أمراض السرطان قابلة للشفاء، فلنساعد مرضاه بتبرعاتنا. معا نوقف ألمهم ونحيي أملهم. الحملة الشعبية لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. مستشفى الأمل حلم بدأ يتحقق. لتبرع في كل القلوب الرحيمة مدعوون لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. بمستشفى الأمل، أمل الموجوعين الذي يتحقق بحكمة شعب رحيم. الحملة الشعبية لدعم مستشفى الأمل لعلاج الأورام. مستشفى الأمل حلم بدأ يتحقق. لتبرع في جميع البنوك اليمنية على رقم الحساب الموحد 77 77 77. أحد الأخوات أرسلت هنا من رمضان الماضي 5000. يا أخو يعني والله إني أستفيد دروس في هذا البرنامج، دروس، أنا أتعلم، أنا أستفيد، أنا طالب علم لدى هذا الشعب العظيم. الدروس والتعليم لا يشترط أن يكون في جامعات، لكن ممكن يكون عبر هذه البرامج. أنا أستفيد، هذه النفوس الطيبة، هذه 5000 تقول الفاعلة الخير أنه من العام الماضي واحتفظت بها إلى الآن، وزادت على ذلك أنها أرسلت إلينا بهذا الخاتم. هذا الخاتم أخي عبد الله لو تكرمت، ما أدري من بيقربها لي، فاروق ولا من يا عبد الله، من بيقرب لي، سامي ولا من؟ يلا ها هذا خاتم أرسلته الأخت، جزاها الله خير وتبرعت به وقالت تبرع به، وأرجو الدعاء بالشفاء ودعاء الأولاد أن الله يقيهم شر القات وشر السجارة. أسأل الله أن يشافيكم وأن يعافيكم وأن يلبسكم لباس الصحة والعافية، وأسأل الله أن يهدي الأولاد ويقيهم شر القات والسجارة ويعطيهم الصحة والسلام والعافية بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا أختي. العبد عبيدات. أيوة أهلا وسهلا مرحبا. أهلا. أنا متبرع ب50,000 ريال. 50,000 ريال، من أين تكلمني؟ أنا من شبوه. من شبوه، والنعم فيك. أهلا وسهلا بأهل بيحان جميعا، حياك ربي وسعد الله أيامك. 50,000، بارك الله فيك. أخي عبد الله من الحديدة. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. 5,000 ريال من أخي عبد الله من الحديدة، بارك الله فيك يا عبد الله. فاعل خير من صنعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس أؤكد أيها الأحباب، هذه التلفونات أمامكم ظاهرة، يمكنكم الاتصال في البرنامج وبعد البرنامج بالأوقات التي اعتدناها، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5:30، ثم من الساعة 9 مساء 9:30 إلى تقريبا الساعة 3. نستقبل الاتصالات وممكن عبر الموقع، موقع النت أو عبر الفيسبوك باسم مستشفى الأمل. تفضل حبيبي. فاعل خير. عليكم السلام ورحمة الله. شهر مبارك يا شيخ. علينا وعليك الغالي. أتبرع ب100,000 عني وعن زوجتي وعن ولدي. الله يسعدك أنت والزوجة والولد، ويكتب أجوركم ويخلف لكم فيما أعطيتم وما بقيتم. بارك الله آمين فيك. آمين. الله يبارك. بارك الله في حياتك، الله يبيض وجهك. آمين. فاعل خير من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا بك، الله يسعد أيامك. الله يبارك فيك. الله يديك العافية. أتبرع ب300,000 عن الوالد والوالدة، الله يحفظهم. 300,000 عن الوالد والوالدة. الله يسعدك. نعم والله الوالد، وأطال الله في الوالدة. أسأل الله أن يكتب أجرك وأن يرزقك برهم وطاعتهم وأن يخلف لك فيما أعطيت وما أبقيت إن شاء الله. آمين. طيب أنا ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. أنت شاهدت البرنامج العام الماضي؟ العام الماضي مش كثير والله. طيب إحنا وعدنا الناس العام الماضي، هل ترى ما وصلنا إليه شيء يبشر بخير إن شاء الله؟ أكيد يا ربي لك الحمد. أكيد. الله يسعد أيامك. وأنا أظن من تجار اليمن ومن تجار المملكة العربية السعودية بأكثر 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 بإذن الله. الله يسعدك. لأنه اليمن، أهل اليمن هم أهل الكرم. بارك الله فيك. ما بلك بهذا الشيء. الله يسعدك ويسعد أيامك ويكتب أجرك. شاكر لك هذه الكلمات الطيبة. فعال خير. طيب أخي محمد من السعودية. يا محمد، محمد من السعودية. طيب سيأتي محمد وسيأتي غيره. محمد بن تعز. ها
إذا ما جاء محمد السعودية سيأتي من تعز، سيأتي من أب، سيأتي من البيضة، سيأتي. الشعب هذا شعب كريم. محمد بن تعز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله شيخ محمد. يا أهلا وسهلا. ممكن تدرع عنا من زكاة الدكان ب20,000؟ 20,000. وعن عني وعن أخوتي وعن الوالدين ب10,000. 30,000 ريال يمني. الله يسعدك ويكتب أجرك يا محمد، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. خالد من صنعاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا يا خالد، يا أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. نتبرع يا أخي من صنعاء ب100,000 ريال. 100,000 ريال من أخي خالد، بارك الله فيك يا خالد. 50,000 عن الوالدة والوالد. نعم. و50,000 عني وعن أخواتي جميعا. الله يسعدكم جميعا ويكتب أجوركم ويبارك فيكم وفي أموالكم إن شاء الله بإذن الله غدا، يعني عن الكريم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. الله يسعدك، الله يبارك في عمرك. أنا أعيد التنبيه فقط أنه الآن نتقبل عن جميع الصرافين ومن ضمنهم الكريمي حقيقة، وكما بلغتكم الكريمي مشكورا مأجورا، يعني تواصلنا معه وتبرع ب10,000,000 ريال. 10,000,000 ريال من الكريمي. أنا أنتظر بقية الصرافين الكبار، يعني ماذا ستقدمون؟ والله في أسماء كبيرة ما أريد أن أتي بها. أين أصحاب الشركات الكبيرة؟ أين أصحاب المولدات الكهربائية؟ أين أصحاب الملاحة؟ أين أصحاب الأراضي، تجار الأراضي؟ أين أصحاب سيارات الوكالات الكبيرة؟ أين أصحاب الشركات التوريد؟ وين هذه الأسماء؟ سبقوكم الناس الذين، هذا صاحب دكان أخي جزاه الله خير من 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 من, من, من تعز محمد، معه دكان أعطى 20,000 يقول زكاة المال. وين بعضهم أتوقع زكاة ماله يمكن تقوم بالمرحلة كاملة. صالح من السعودية. ألو. أهلا وسهلا، مرحبا. عبري الشيخ محمد لو سمحت. معك على الهواء أنا وأنت والسادة المشاهدين. أنا وأنت على الهواء، يسمعنا الناس جميعا. طيب ممكن تحولني على الشيخ؟ أنا معك على الهواء، معك محمد العامري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالعافية والسرور. طيب الشيخ محمد الحين مع واحد ثاني. معاك محمد العامري على الهواء مباشرة ويسمعك الناس في كل الدنيا. طيب يا شيخ محمد. تفضل حبيبي. المهم أنا متبرع لمستشفى الأمل لورم السرطان ب50,000 ريال. بارك الله فيك وسعدك الله وكتب الله أجرك. الله يبارك في عمرك ويطيل عمرك ويحسن عملك إن شاء الله ويرزقك من واسع فضله. الله يسعدك يا أخي صالح، الله يحفظك يا صالح. أبو ربيع من أب. يا أبا ربيع من ربيع أب. ها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. الله يطول عمرك ويزيد في حسناتك. وإياك إن شاء الله. الله يسعد أيامك إن شاء الله. اتبرع باسم الوالد قد توفي الله يرحمه ونبغى تدعاله. الله يرحمه ويسكنه الجنة ب10,000 ريال. ايوه الله يرحمه ويسكنه الجنة، واسأل الله ان يوسع له في قبره وينسى له في اثره ويغفر له ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يسعد ايامك. اخي احمد من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اول شيء كل عام وانت بخير. وكل عام صحة وسلامة يا الغالي. الله يسلمك. أنا بدي أتبرع. نعم. ب100,000 بس بدي أفصلها. فصل. 50,000 على روح أمي الله يرحمها. الله يرحمها ويسكنها الجنة. إيه. و15,000 على نعم. روح جداتي. جداتك الله يسعدك. إيه. الله يسعدك. و10,000 على روح أجدادي. من؟ أجدادي. أجدادك نعم. إيه. و 15,000 باسم زوجتي على رحمة والدها. اي والد زوجتي الله يرحمه ويسكنه الجنة. و 15,000 لروح عمتها. اظن العدد بعدين بيختلف كذا شوية قليل. احنا كذا كم وصلنا؟ 100,000. 15 انت تقول 50 للوالدة و 15 جداتك. أيه. وعشرة لأجدادك. أيوة. و15 لزوجتك عن والدها. أيوة. إذا معنا 40، باقي 10
بالطريقة هذه بيكون معك أكثر 105. وإذا وحش ما هي مشكلة يصير 105 ما في مشكلة. 105 الله يسعدك ويسعد أيامك إن شاء الله. الله يسعدك. بارك الله فيك، الله يكتب أجرك إن شاء الله، يبارك في حياتك. هيثم، هيثم من تعز. هيثم. أيوه يا هيثم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا يا هيثم تفضل. شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. يا شيخ متبرع ب80,000 من زوجتي. 80,000 من الزوجة؟ نعم. و40,000 مني ومن الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. أولادي الله يرحمه ويسكنه الجنة. 40,000 و20,000 من أخي وزوجته وبنته. أخوك وزوجته وبنته؟ أيوة. يعني 140. أيوة. ها مية بتكون 140 كذا؟ 140 بتكون 140. أيوة. بارك الله فيك، بارك الله فيك وأسعدك الله يا هيثم، كتب الله أجرك، وأسأل الله أن يخلف لكم فيما أعطيتم وفيما أبقيتم. بارك الله فيك، أسعدك الله يا هيثم، أسعدك الله. علي من السعودية. شحالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا، في خير، جعلك في خير. اتبرع ب 2000 ريال سعودي عن والدته ووالده وعنه وعن عياله. انت ولا من؟ هو خالي بس وعدانا تلفون اكلمه عن بدل. سلم لي عليه وبلغوا تحياتنا، واسال الله ان يكتب اجرك واجره ويرحم موتاكم وان يبارك في احيائكم وان يطيل في اعماركم. بارك الله فيك وسعدك الله. 2000 ريال سعودي طيب. الله اتمنى يا عبد الله الشباب يقولوا لي ها وصلنا 70 مليون. طيب شوف لنا الشباب. ام سميه من صنعاء. يا ام سميه. الو. اهلا وسهلا تفضلي يا اختي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد يا رب. لو سمحت يا اخي انا اتبرع بخاتم ذهب عني وعن زوجي. تتبرعين بخاتم ذهب عنك وعن الزوج؟ اسال الله هاي. ان يلبسكم زوجي محمد. الله يلبسكم لباسا ان شاء الله ويعوضكم به في الدنيا وفي الاخره. الله يسعدك يا اختي. الله يسعدك ويعوضك خير باذن الله تعالى. امين. يعني انا اشكر الاخت. انا اقول يا اخوه ما اجمل ما اجمل ما اجمل عندما شخص يهدي ثواب شيء وهو من عنده. يعني يقول انا هذا اتبرع به واهدي ثوابه مثلا لابي لامي لزوجي لزوجتي. شيء جميل جدا. انا بس اؤكد انني انا استفقد كثيرا بعض الاخوه كانوا معي العام الماضي، الاخ جلال اتوقع من الامارات او قطر، كان معي كذلك الاخ الدكتور محمد العامري من قطر. اين هؤلاء؟ اخي من صالح من الامارات. محمد صالح. محمد صالح من الامارات. نعم. اهلا وسهلا بك يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اشكرك يا شيخ جزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب، وان شاء الله باذن الله انها تكون في ميزانك وفي ميزانك كل حسنات المتبرعين كامل. الله يسعدك يسعد ايامك. الله يسعدك. انا اتبرع بألف درهم. ألف درهم. نعم عني وعن جميع اسرتي. الله يسعدك بهم ويسعدهم بك. و50 درهم عن مديرية جبن اللي انا منتظر منهم ان شاء الله الخير الكثير. وانا من هذا المنبر انا اشد اهل جبن ومن امريكا من المغتربين في جميع انحاء العالم ان يساهموا في هذا الفعل الخير ويجعل ان شاء الله في ميزان حسناتهم. امين امين ان شاء الله انهم يسمعوك. وابشر كل من اتصل وكل من ساهم في هذا البرنامج ان كلنا ندعو له، كل من تبرع بدرهم او تبرع بريال او تبرع بمليون او تبرع باكثر ان احنا ندعو له دائما كله ونامن بعد دعائك ونامن بعد دعائك تبشروا بخير بعد الدعاء. والله ان احنا سوف نؤمن مع كل من تبرع ان احنا نؤمن على كل من اتصل نؤمن بعده ويدعي له بالخير والصلاح. الله يسعدك الله يسعدك ويبين وجهك. ابشر دائما ابشرهم والله هنيئا لمن تبرع. الله يسعدك. والله واحنا ساجدين واحنا قائمين وفي صلاه القيام والتهجد ندعو لكل من ساهم في هذا. الله يبيض وجهك على هذه الكلمات الجميله والرساله الرائعه التي وجهتها. بيض الله وجهك. فاعله خير من صنعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. اشي تبرع ب$100. $100 من اختي فاعلة خير، كتب الله اجرك يا اختي، الله يسعدك ويسعد ايامك. ان شاء الله ودعواتكم يعني. ولا يحرمك اجرها باذن الله تعالى، وان يكون لك فيها ان شاء الله نصيبا في الجنة. اخي عادل. عابد من الحبشي. من صنعاء، حياك الله يا عابد، يا اهلا وسهلا. عابد الحبشي. عابد الحبشي من صنعاء.
اتبرع ب 3000 ريال، الف عني هاي اتبرع ب 3000 ريال. 3000 ريال. الف عني والف عن زوجتي والف عن ابنه. الله يكتب اجرك ويبارك في عمرك ويخلف لك ان شاء الله باذن الله تعالى، بيض الله وجهك. فاعل خير من السعودية، وعبد الله اخي بيقول لي كم المبلغ وصل. فاعل خير من السعودية. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. تفضل حبيبي. كيف حالك؟ في خير الله يسلم حالك. الله يسلمك. نتبرع ب 1500 ريال، 500 عني وعن زوجتي. 500 عنك. وعن زوجتي وبناتي. ايوه. و500 عن المرحومة اختي اللي ماتت بسبب هذا المرض. الله يرحمها مسكينها الجنة. و500 عن امي وابي واخواني. الله يسعدك، الله يسعدك ويكتب اجرك. وابغى رقمك عشان برضه اتبرع ب 500 العمر. طيب. هذا اللي ظهرتموه على الشاشه كله. طيب الشباب يعطوك الرقم من الكنترول، بارك الله فيك، الله يسعد ايامك. الله يحفظك ويرعاك. والله يا اخوه والله العظيم اقولها أن البدن يقشعر والجسد حقيقة يعني أن 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 أن, أن يوجد هذه النفوس الجميلة ما نقف أمامها إلا بالدعاء، إلا بالدعاء. أبشركم وصلنا 70 مليون وكسور، يعني اليوم نحن في اليوم الرابع وصلنا 70 مليون. لا أخفيكم أن طمعي أكثر من ذلك، وأنا طماع إلى أقصى حد. أنا أريد 2 مليار، أريد 2 مليار. يعني لو حطيناها بالنسبة الحسابية اليوم الرابع 70 مليون، يعني متى بنوصل ل 2 مليار؟ لا تقولوا 2 مليار أنت بعقلك يا أخ محمد. أيوة بعقلي، لأنني أنا أتكأ، أنا معتمد على الله ثم متكأ على هذا الشعب. من معي من الرياض؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. الله يحييك. وشهر كريم عليكم. علينا إن شاء الله. وعليك إن شاء الله يا الغالي. وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج الرائع والله. الله يسعد أيامك من روعتك. الله يسعدنا بالبرنامج هذا جدا جدا، الله يوفقكم. تبرع ب 2000 ريال سعودي عني وعن أسرتي كامل. 2000 ريال سعودي عنك وعن الأسرة. أسأل الله أن يعوضك خير وأن يحفظ لك أسرتك من كل شر. الله يحفظهم من كل شر إن شاء الله. أخي يوسف من الحديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الليلة الحقيقة استفقد بعض المحافظات مثل البيضاء ومثل منطقة إب وتعز وعدن وحضرموت. أمس عودونا وأول أمس على اتصالات، اليوم ما أدري إيش فيهم، خفوا قليل. يوسف. حياك يا أستاذي. حياك. يا أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. أنت إنسان لا تقدر والله. الله يسعد أيامك. وربنا يبلغ نحن من أمثالك في اليمن. الله يسعدك، الله يسعدك، الله يبارك. الله يخليك يا أستاذي العزيز. أنا أكبر هذا 10000 عني وعن أولادي. 10000 عنك وعن الأولاد. بارك الله فيك يا يوسف، أسعدك الله وخلف لك فيما أعطيت وفيما أبقيت، بيض الله وجهكم. نتمني دعواتك يا أستاذ. الله يسعد أيامك، الله لا يحرمك أجرها وأن يرزقك بدلا عنها أضعافا مضاعفة بإذن الله تعالى. طيب أخي قائد من الإمارات. قائد من الإمارات. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد إيش أخبارك؟ أهلا وسهلا مرحبا. الله يجزيك ألف خير وبارك الله فيك وكسر رجال من أمثالك. الله يسعد أيامك ويبارك في حياتك إن شاء الله. أنا يا طول العمر بإذن الله سبحانه وتعالى أتبرع ب 2000 درهم إماراتي. 2000 درهم إماراتي، بارك الله فيك، الله يسعدك ويسعد أيامك يا قائد، بارك الله في حياتك. الله يبارك فيك، ولسه أول الشهر إن شاء الله، ولسه إن شاء الله بنشارك مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. بيض الله وجهك، الله لا يحرمك أجر ما قدمت وما ستقدم بإذن الله تعالى، الله يسعد أيامك إن شاء الله، ويقيك شر الدنيا ومشاكلها ومصائبها بإذن الله تعالى. أنا يا أخوة على وشك نهاية البرنامج، لكن قبل أن أنتهي باقي لي يمكن 6 دقائق. أنا حقيقة أقول عندي بعض الأسماء، أين محافظ المحافظات؟ يعني إحنا نسمعهم حقيقة في بعض الأشياء. أنا أريد المحافظين وأريد وكلاء المحافظات وأريد رؤساء الأحزاب وأمناء الأحزاب والصحف والمجلات والقنوات والإعلام. أنا أريد مشاركة في هذا المشروع، هذا مشروع حقيقة يحفظ أبناؤكم، يرفع كرامتهم وعزتهم التي حقيقة في بعض الدول ترون ما تشيب له الرؤوس والمذلة التي يتعرضون لها. رب مبلغ تعطيه يقيك الله شر هذا البلاء وهذا المرض. معي من أبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الجبار. يا أهلا يا عبد الجبار، يا أهلا بك. أبغى أتبرع ب 200 ريال سعودي. عبد الجبار 200 ريال سعودي، الله يسعدك ويسعد أيامك. 100 عن أمي و100 عني وعن زوجتي. 100 عن الوالدة و100 عن زوجتك وأنت كذا؟ ومية عبد الملك. أخي عبد الملك أبغى أتبرع ب 100 ريال. وأخوك عبد الملك 100، يعني 300 ريال؟ أيوه. محمد عبد الحكيم 100 ريال.
محمد عبد الحكيم 100 ريال وعبد الجبار 200 ريال. اي 200 ريال. الله يسعدك، الله يكتب اجرك، الله يكتب اجرك عبد الجبار انت واخوك محمد. الاخت ريم من صنعاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا من جمعتي ما بين تريم وصنعاء. ها كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. انا تتبرع ب3000. تتبرعين ب3000؟ اولا بنتي تريم كم عمرها؟ 10 سنوات. 10 سنوات والصف الكم؟ بس طالعه الاول اعدادي. طالعه اول اعدادي ما شاء الله. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا تريم، و3000 من بنتي تريم. عني وعن اخواني. عنك وعن اخوانك، ايش اسم اخوانك؟ كريم تريم وهيبة. تريم ومن؟ كريم وهيبة. وهيبة هيبة 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 هيبة، الله يسعدكم كريم وهيبة وتريم وبيدعو ها امي ادعي لامي بالشفاء. الله يشفيها الله يشفيها الله يشفيها ويلبسها لباس الصحة والعافية ويبارك فيك أنت وإخوانك، وأسأل الله أن يطمنكم على الوالدة بإذن الله تعالى. الله يسعدك يا بنتي، الله يسعدك، نعمة هذه نعمة هذه البيوت وهذه الأسرة. أخي عبدو من إب. حيا السلام عليكم. يا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. صار كريم علينا وعليك الغالي. يا أخي أنا تبرعت المرة الأولى ب10000 عن الوالدة المرحومة. أيوة. ودحين زوجتي واخوها علي يتبرع ب10000 ريال. 10000 خمسه من زوجتي وخمسه من اخوها. بارك الله على الوالده المرحومه. اها. واتبرع ب300 ريال على الذي ضربوا على المستشفى واللي ضربوا على الموظفين والعمال. الله 300 ريال. الله يسعد ايامك. الله اتبرع عنهم ب300 ريال. الله يسعد ايامك. انه هذا المشروع للشعب اليمني مش لهم. الله يسعدك ويكتب اجرك. وهذا يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله يسعدك. نعم. وإحنا نتبرع عنهم ب300 ريال. الله يبارك. إنهم حاقدين مثل الشعب ولا شيء. الله يبارك فيك. هذا. الله يبارك فيك يا عبد، بارك الله في حياتك. محمد بن تعز. محمد بن تعز. أحمد. السلام عليكم. أحمد أهلا بأحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا يا الغالي، أهلا وسهلا. ايوه يا احمد. ايوه اتبرع ب 100 ريال لروح الوالد ان شاء الله. 100 ريال الى روح الوالد. 100 ريال ايش؟ احمد. ايوه معك. طيب اخي احمد، 100 ريال الى روح الوالد مثل كل ما هي العمله. اسال الله سعودي. 100 ريال سعودي. اسال الله ان يرحم الوالد ويسكنه في سيح جناته ويعوض لك ان شاء الله فيما اعطيت. الله يبارك في عمرك يا احمد. اخي عبد الله من شبوه. شبوة عبد الله. ايوه ايوه السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. حياك الله. انا اتبرع ب 5000 ريال. 5000 ريال من اخي عبد الله من شبوة. لوجه الله الكريم. الله يسعد ايامك، واسال الله ان تكون من الناظرين الى وجهه الكريم. الله يسعدك يا عبد الله، بارك الله في حياتك. طيب سياتي طيب احنا وصلنا الى تقريبا فوق 70 مليون، لكن دعوني اختم هذه الحلقه بالتالي. وصلت المزاد على اذا رسل المزاد على الاخي الذي اتصل من تقريبا من قطر الاخ صالح ب 5000 ريال قطري، بارك الله فيك، وسيعاد هذا الى ابننا معتز. الجرمل انور العمودي 200000، الجبنه مزاد كما هي 1000 ريال. انا اريد ان الخص الحلقه بالتالي. ايها الاحباب، ما نجمعه هنا في هذا المشروع ليست القضية قضية ما نجمعه من أموال. يمكن أن يأتي تاجر، يمكن أن تأتي دولة، يمكن أن يأتي ممكن مجلس وزراء يجتمعون ويشوفون الدولة مانحة ويقيم المشروع هذا. أنا عندي حقيقة الموضوع يتجاوز ذلك، يتجاوز ذلك بكثير. أنا حقيقة الموضوع لدي موضوع أن نرسم صورا وأن نقدم رسائل أننا قادرون أن نفعل شيء، أننا قادرون أن نقدم شيء، أننا قادرون أن نرسل صورة للعالم. نحن ما قيل فينا أننا أهل فقه وإيمان وحكمة، نحن نمتلك نفوسا أبية ونمتلك حقيقة نفوسا كريمة ونمتلك إرادات. قد يكون الواقع الذي كبلنا، قد يكون الإعلام الذي غرر علينا، لكن يوجد تحت هذا الرماد
أجيج نار، يوجد نفوس أبية، يوجد نفوس تأبى الضيم، تأبى المذلة، تأبى أن تكون نفوس تحت الظلم، ولذلك سيصنعون ما يعجز عنه الكثير أن يصنعوه. هذا جيل قادم الذي اتصل اليوم به كثير من الأطفال، جيل قادم سيأخذ من حصالتهم وسيأخذ من دمائهم وأرواحهم ما يقدموه لهذه البلد. يعني استبشروا خيرا يا من في الغربة ويا من في الداخل، واستبشروا خيرا يا من ترون الصورة قاتمة، والله إني مستبشر أن البلد إلى خير إلى خير إلى خير. وثقوا أن ما من مشروع من هذه المشاريع إلا سيجد له أعداء. هل تأتوا لي بمثال لا يوجد مشروع ليس له أعداء؟ يعني قتل أنبياء، بعض الأنبياء ذبحوا ذبحا وأسيء إلى الله سبحانه وتعالى من عباده من خلقه. يوجد لمثل هذه المشاريع من أعداء، لكن من أراد أن يتوقف وأن يلتف إلى الخلف لن يصنع شيئا. أما الذي يريد أن يصنع فلا يتوقف، يسير حتى يصنع شيئا، ونحن سائرون بهذه النفوس وبكم يا أهل اليمن. ولذلك أقول نحن مستبشرون خير بإذن الله تعالى، وسنجني خيرا كثيرا وسنقدم خيرا كثيرا. بلغنا اليوم 70 مليون تقريبا. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله بأسمائه الحسنى البر الرحيم الرحمن الكريم، أسأل الله في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة المباركة، أسأل الله بهذه الأيادي الطيبة التي ترفع الآن والتي تقول معي آمين، أسأل الله بكل من يؤمن بعد هذا الدعاء، أسأل الله أن يحفظ البلد من كل شر، وأسأل الله أن يحفظ بلاد اليمن من كل سوء، وأسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم إنا نسألك، من كان مبتلا بهذا المرض أسألك يا رب أن تشافيه وأن تعافيه وأن تصبر أهله وذويه، وأسألك أن ترحم موتانا وأن تعافي مبتلانا، وأسألك أن ينتشر الأمن والأمان في هذه البلاد، وأن تخفف عن أخواننا المغتربين في كل مكان، وأسألك أن ترحم موتانا من آبائنا وأمهاتنا، وأسألك أن توفقنا لحسن العبادة والقيام والصيام وصالح الأعمال، وأن توفقنا لقيام هذا المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا الأمل محدم بهالدنيا سلام، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلام، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، واشرق شعاع النور والغيث